طب خلونا نحاول نفهم أكتر حول هذا الموضوع ونعرف يا جماعة هو فين المشكلة؟ المشكلة إنه وزارة الزراعة قالت يا جماعة كل ما نشر على صفحات الفيسبوك شائعات وأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة جملة بل وتفصيلا، وإنه الجنينتين سواء إذا كانت جنينة الحيوانات ولا جنينة القرمان هيفضلوا تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما الناس بقى هنا بدأت كده ده هيبيعوها. طيب جت الوزارة وقالت عشان بس نبقى الناس كلها فاهمة ايه اللي هيحصل، يا سادة يا كرام الحديقتين هيتم العمل على تطويرهم وهيتم وضع آليات لهذا التطوير. ماشي الكلام؟ كمل يا سيدي معايا. فأولا عايزك تركز معايا، أولا الحديقة تعرضت لإهمال خلال عقود طويلة ماضية، الحديقة ما حصلش فيها أي تطوير يذكر أو يكاد يذكر أدى لخروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان، أدى إلى نفوق العديد من الحيوانات، أدى إلى عدم القدرة حتى إن إحنا نزودها بحيوانات بديلة. طب أعمل إيه؟ طيب أنا عايز في الحالات اللي زي كده أنا دايما بشجع على إنه ناخد المسؤولين عن الموضوع هم اللي يكلمونا ويشرحوا لنا إيه التصور أو في أقل تقدير هنعمل ايه. طيب معانا على التليفون دكتور محمد رجائي مدير الاداره المركزيه لحدائق الحيوان. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك استاذ يوسف واهلا بالساده المشاهدين، واحب اوجه تهنئه باعياد الميلاد المجيده لاخواننا المسيحيين وكل مصر بخير ان شاء الله دائما ان شاء الله، وحضرتك بالصحه والسلامه. فاكر يا دكتور مره اتكلمنا على التليفون هنا من فتره يجي من سنه، مش انا كنت بقول لحضرتك والنبي يا فندم خدوا بالكم من جنينه الحيوانات؟ ده حقيقه يا فندم، ويمكن انا برضو مره تانية قلتها لمعالي وزير الزراعه، يعني احنا كلنا عايزين ناخد بالنا من جنينه الحيوانات، وحضرتك ومعالي الوزير قلتوا لي ما تقلقش في عندنا تصور وخطه هيجي اوانها، صح يا فندم؟ وانا ادفع نص عمري ان الحاجه موجوده على اليوتيوب وممكن حتى زمايلي يبقوا يستعينوا بيها بعد كده. وحصل الحمد لله. حلو. يعني احنا طبعا يعني وزارة الزراعة الحقيقة يعني قدمت عرض يعني من أكبر موعود المقدمة فنيا في تاريخ الحديقة للتطوير، وأنا حابب بس أفكر السادة المشاهدين قد إيه كان الانتقاد لحديقة الحيوان رغم الناس معذورة، لأن الحديقة طبعا على مستوى عقود طويلة جدا لم يتم يعني تغيير بنية تحتية، مثلا وسيلة الصرف والري متهالكة، الطرق الأسفلت ده ما كانش انشئت عليه الحديقه، والخطيب اسماعيل ما عملش هذا الاسفلت اللي هو رفع درجه حراره الحديقه، كل ده كان فترات تشويه للحديقه، لكن احنا عايزين يعني، وبالتالي احنا خرجنا برضو من عضويه الاتحاد الافريقي، اسف الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، في 2004، والاتحاد الدولي ده زي جهه ترخيص، ده اللي بيخليني كمنشاه سياحيه معتمده من 2004. لابد ان احنا نتبع معايير الاتحاد الدولي، المعايير الموجودة ما نقولش ان فيه اهمال دلوقتي، ولكن المعايير الموجودة معايير قديمة اصبحت لا تصلح، لو احنا عايزين نرجع لعضوية الاتحاد الدولي مرة تانية مش هينفع باماكن الايواء الموجودة دلوقتي او بنظام الايواء الخاص بالحيوانات دلوقتي. فاحنا عايزين تطوير هدفه العودة الى عضوية الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان مرة اخرى، تلبية يعني مطالب الناس من حديقة عالمية، الناس كلها بتطالب ان احنا نرجع لمجد الحديقه مره ثانيه، طبعا سواء هندسيا سواء بنيه تحتيه سواء بيئه حيوانيه، واطمن حضرتك ان في محددات للتطوير ده، يعني التطوير له محددات واضحه زي ايه يا دكتور محمد؟ عدم المساس بالغطاء الشجري، الله، او ان احنا نحافظ على الغطاء الشجري الموجود داخل الحديقه، ده مهم جدا، والمشروع ده زي ما حضرتك كده كلمتنا فعلا سنتك من سنه، احنا كنا بندرس فيه من حوالي سنه ونص، لان سنه ونص دلوقتي محل الدراسه، والمشروع ده تم يعني دراسته بجميع المتخصصين في مصر، وتم الاستعانه بخبرات اجنبيه متخصصه في تصميم حدائق الحيوان، ولهم سابق خبره في ان هم طوروا حديقه لندن اللي هي نفس الحقبه التاريخيه تقريبا اللي انشئت فيها حديقه الجيزه، هم الناس دول اللي طوروها،
وحافظوا على عضويتهم في الاتحاد الدولي مرة، يعني لندن ما زالت عضو في الاتحاد الدولي رغم أنها أنشئت معنا، بس هم طوروا نفسهم في بعض متطلبات الاتحاد الدولي إحنا كنا واقفين من محلك سر. فجه وقت التطوير، وبنشكر الدولة إنها طبعا يعني وافقت على هذا المشروع لأن ده جزء من تاريخ مصر، وإحنا شايفين مصر بتنهض، يعني بتنهض في كل المجالات، طرق، المشروعات الاستثمارية، مصانع. فبرضو حديقة الحيوان كجزء من تاريخنا، يعني احنا بنشكر الدولة طبعا نوافقوا على هذا المشروع والتطوير، وان شاء الله ينفذ كما يعني نتمنى، ونكون عند حسن ظن المصريين ان شاء الله تعود الحديقة الى سابق مغزاها وعضويتها داخل الاتحاد الدولي اللي هي كانت ثاني حديقة في العالم من حيث الانشاء. طيب ثلاث حاجات ايضا كمل ضمن المحادثات، انا اسف يعني. لا كمل يا دكتور، كمل يا دكتور. ايضا من ضمن المحادثات بقاء الملكية والولاية لوزارة الزراعة على الحديقتين بدون يعني اي تغيير في الملكية، تفضل ولاية وزارة الزراعة وملكيتها للدولة كما هي. ايضا يعني الحفاظ على المباني الأثرية وتطويرها، لان احنا عندنا اماكن أثرية كنوز ومغلقة حاليا قدام الجمهور زي كوبري المعلق. كوبري المعلق محتاج صرف ومحتاج تطوير عشان الناس تستمتع بيه والناس تقدر تتفرج عليه وتستغله. فطبعا احنا عندنا يعني محددات هذا المشروع. ايضا برضو مش هيقام عليها اي مباني اخرى، يعني اذا كان هيقام كافيتريات او حاجه زي كده هتبقى اقل من 1% من المساحه الكليه، 9% من 10% دي محدده عظيم. في المشروع كده. فطبعا في حفاظ على الهويه التراثيه والتاريخيه للحديقه، ده الدولة مهتمة جدا بأن الحديقة تعود لسابق مجدها مع الحفاظ على هويتها وتراثها. طب ده كلام كويس قوي. طيب هنا في تقريبا أربع حاجات حضرتك قلتهم بالنسبة لي مهمين جدا. أول حاجة إن إحنا خرجنا من عضوية الاتحاد الدولي من سنة 2004. بالظبط. يعني بقى لي 19 سنة بره القصة. حقيقة فعلا. طيب. تاني اتفضل يا فندم. وعشان نعود للتعضيه دي لابد من عمل تطويرات بشكل محدد هم عايزينه. ودي تاني حاجه انا كنت هسال عليها بقى، انه حضرتك ذكرت انه الناس اللي طورت حديقه لندن هم اللي هيشتغلوا معانا في تطوير الحديقه بتاعتنا، ولا فهمت غلط؟ تمام. هم مستعانين في استعانه بيهم، لان طبعا الشركه الام اللي هي تم التعاقد معها وهي بتستعين بهذه الخبرات هي شركه الانتاج الحربي للمشروعات. حلو. ودي شركة قومية ولها باع طبعا كبير جدا في كل المشروعات القومية اللي بتقام في مصر. فالشركة الأساسية هي شركة مصرية. حلو. هيتم الاستعانة بشركة برنارد هاريسون، ده كمصمم أو يعني ديزاينر للحديقة. هيجيبوا بقى الخبراء الأجانب يشتغلوا معانا هنا في تطوير الحديقة. أيوة فهم. طب ده كلام رائع جدا. في استعانة بخبرات أجنبية، وأيضا في شركة اللي هي وورلد وايز زودي بتدير 17 أو يعني بتدرب بقائمة بالتدريب ل 17 حديقة عالمية، هتدرب عندنا لمدة 4 سنين وبعدين ينتهي عقدها وتبقى كل الكوادر اللي موجودة تم تدريبها كوادر مصرية. رائع. النقطة التالتة إنه الغطاء النباتي بتاعنا هنحافظ عليه، فعندي هنا في الحتة دي سؤال، أنا عارف إن إحنا عندنا مجموعة من النباتات النادرة كان تم جلبها في القرن ال 19 أيام الخديوي إسماعيل ولا زالت موجودة، إحنا لسه محافظين عليها زي ما هي مش كده؟ بالظبط يا فندم. احنا عندنا اشجار، انا برضو كمعلومه في هنا اشجار اقدم من افتتاح الحديقه، لان دي كانت قصور ملكيه وتم التبرع بهذه الاراضي لانشاء حديقه الحيوان. ففي اشجار بتعدي ال 140 سنه موجوده، ويمكن اشهرها شجر التين البنغالي الشهير، واشجار كثير نادره داخل الحديقه. الحقيقه الحديقه محافظه عليها تماما. احنا عايزين بقى نوسع المساحات الخضراء اللي موجوده على الارض، ويعني لكن غطاء شجري الحديقه محتفظه بيه بدرجه كبيره جدا. عظيم. طيب الحاجه اظن كده الثالثه اظن في الكلام، انه احنا كنا بنتكلم في انه اذا كانت هناك اي مباني خدميه هتقام فهتقام بنسبه 0.9% من المساحه الكليه، من اجمالي المساحه الكليه دي دي يعني هتبقى من 1%. دي هتبقى مباني خفيفه اللي هي المباني اللي هي صديقه للبيئه، حلو قوي، قابله للفك والتركيب. عظيم. يعني مش هتبقى انشاءات خرسانيه، مش هنعمل انشاءات خرسانيه، الناس تبقى مطمنه، هتبقى كلها حاجات صديقه للبيئه من اخشاب وحاجات زي كده قابله للفك والتركيب.
رائع جدا. مفترض انه هذا المشروع ياخد وقت قد ايه من بداية التطوير وحتى الانتهاء منه؟ والله كان يعني من سنة ونص لسنتين، لكن تم اختصار المدة ان شاء الله الى سنة يتم العمل بكثافة ان شاء الله وننتهي من هذا المشروع. خلال الفترة دي يا دكتور هتبقى الحديقة شغالة ولا هتبقى مغلقة امام الزائرين؟ والله حضرتك يعني طبعا برضو التعليمات الخبرات الاجنبيه اللي موجوده وتعليمات الاتحاد الدولي انه اثناء هذا العمل تكون الحديقه مغلقه، لان هيبقى فيه طبعا اعمال برضو تحت الارض، سواء مواسير سواء صرف وري وحاجه زي كده، هيبقى فيه اعمال بنيه تحتيه، تغيير الارضيات اللي هي الاسفلت ده يعني طبعا اصبح غير لائق بحديقه الحيوان. ماساه يعني اللي فكر في الفكره دي ماساه يعني. فتغيير الارضيات ده يستلزم ان احنا برضو نغلق الحديقة عشان ما يبقاش في أي مشكلة لأي زائر. هنجيب بقى حيوانات جديدة وحاجات زي كده ويبقى عندنا تنوع. طبعا هيزيد أعداد الفصائل كمان، مش بس الأعداد الحيوانات، أعداد الفصيل بتاعها. احنا هنجيب طيور نادرة، هنجيب، لأن عودة الاتحاد الدولي ده هيسهل علينا إن احنا نجيب حيوانات نادرة ما نقدرش نجيبها دلوقتي. الاتحاد الدولي لا يسمح بشحن طيور أو ثدييات أو يعني أو زواحف نادرة في مكان غير متفق يعني مع الاشتراطات اللي بيحطها الاتحاد، غير مطابق للمعايير الدوليه. لانه في الحاله دي هيجي يقول لك لا ما تنقلش الحيوانات ده من بيئته الطبيعيه الى مكان بالضبط. اخر الا اذا كان المكان الاخر مطابق للمعايير، مطابق للمعايير الدوليه. طبعا ان احنا نجيب اعداد فصائل كثيره جدا من حيوانات وطيور ما كانتش موجوده عندنا هنقدر نجيبها ان شاء الله. الحديث حول حديقه الحيوان بكل ما حضرتك تفضلت بيه ينسحب ايضا على الاورمان. صحيح طبعا، طبعا هيبقى في توحيد بين حديقه الاورمان والحيوان، وحتى يعني يمكن طبعا حديقه الحيوان الاورمان، انا اسف، حديقه نباتيه فقط. ايوه. هيتم اضافه عنصر جذب ليها، هتتعمل الطيور كلها في حديقة الحيوان، وهي تبقى زي عبارة عن خيمة شبكية كبيرة جدا، الطيور هتبقى منتشرة فيها والناس هتدخل جوه الخيمة ديت بحيث ان انت تبقى ملاصق على طول الطيور دي. هيبقى فيه طبعا وسائل ابهار وهتبقى تصوير ان شاء الله كلنا هنستمتع بيه ان شاء الله. يعني هناخد الطيور نحطها في خيمة شبكية عملاقة في الأورمان داخل الأورمان بالظبط، فيبقى عندي تجربة جديدة على البيئة النباتية بتاعتها. وفي الأماكن اللي هي تسمح بعمل الخيمه دي هتتعمل فيها الخيمه النباتيه عشان تبقى موزعه يعني بين حديقه الاورمان والحيوان. طيب من باب اللي برضه حديث حول الشائعات والهبد والهري والكلام الفارغ، قالوا اصل احنا في عندنا اشغال او مشغولات حديديه معموله في حديقه الحيوان فنيه، ده هيشيلوها وهيبيعوها. طبعا كلام غير صحيح بالمره، لان احنا عندنا فعلا في مبايت حيوانات ليها طبيعه خاصه. زي بيت السباع القديم ده. صح. الاثري. ايوه. ده هيتم الحفاظ على وهيتم الحفاظ على بيت الدببه الاثري، بيت الفيل طبعا ده اثري برضو فيه كميات حديد. أيوة. كل الكلام ده يا فندم هيفضل مكانه وهيستغل بقى كمطاعم ككافيتريات، لكنه مش هيستخدم كمبيت للحيوانات علشان يتفق مع الاشتراطات والمعايير الدوليه. بالظبط يا فندم. دكتور محمد أثقلنا عليك، ربنا يوفقكوا وشدوا حيلكوا، وخلينا عارفين أنه دايما دايما مهما عملنا في ناس مش بيعجبها العجب ولا الصيام في رجب، فمعلش يعني هتسير المركب برضو. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور محمد رجائي مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. تمام كده فهمنا وصلت. طيب أهيب بنفسي وبالزملاء وبالكل، ممكن بعد إذنكم بمنتهى حسن النية ما نعملش كده تاني، بحسن النية ما نعملش كده تاني. أنا عارف إنه دايما كلنا أحيانا كثيرة بحسن نوايا نقع في الحالة بتاعت وهجوم وشد وبتاع،